احنا اليوم السنه الثانيه على التوالي لحمل الدفا. السنه الماضيه هي عباره عن مبادره تهدئة الحمل اللي انطلقت بالانبولا بعد الناشطين تواصل اجتماعي والفنانين، بدنا ساعدنا 14100 عائله من الاكثر فقرا بلبنان من مختلف الجنسيات. اليوم نحن لهلا بساحه الشرف عندنا حوالي 450 متطوع موجودين بالساحه، ردنا الفرز لبنان هلا مصادف فوق ال 15000 عائله لهلا، وان شاء الله متوقعين نوصل ل 30-35 ألف عائله السنه اذا قرب من اكثر فقرا بلبنان مختلف المناطق اللبنانيه من اقصى شمال لاقصى جنوب. التجاوب اليوم كان كثير كبير بعد من قبل الناس، متوقعين بعد التجاوب بعد فتره بعد الظهر يكون اكثر بكثير، لان هتعرف اليوم احد كل الناس عم ترتاح قبل الظهر، بعد الغداء بيصير في اكثر. الحمله نحن اليوم هي في تعاون بين بعض اكثر من ناشطين مجتمع مدني، مبادره منه لتحسين وضع الشمال ودمج ما بين الوضع ما بين اللاجئين والمجتمعات الحاضنه لهم، هي تعتبر من الاكثر فقرا بلبنان. هدفنا نساعد هؤلاء الناس، انه المجتمع الدولي كان وعد تقديم مساعدات للبنان ودعم للاجئين، هيدا كله غاب. في عنا اليوم مشكلة صديق كتير كبيرة بالبلد، اليوم في تقسيم من الدولة باتجاه المواطنين، نحن اليوم أكثر 40% نسبة الشعب اللبناني بيعيشوا تحت خط الفقر، في عائلات بتعيش معدل 4 دولارات باليوم، هو الهدف اللي نوصل له نحن اليوم، يعني نحن ما عم نوزع على أساس مناطقي أو أي أساسين، هدفنا حسب الكريتيريا اللي عندنا مين أكثر استهداف لبنان هو الفقر، ونحن حملتنا غير معظم الحملات اللي بالبلد موجودة، نحن ما بناخذ مصاري. نحن بناخذ فقط مساعدات عينيه ونحن مش جمعيه، يعني هاي بتصير نشاط مره بالسنه. نحن اليوم كجمعية الغنى الخيرية حبينا نشارك مع حملة دفا، لأنه عنا نفس الكونسبت تبعهم، أنه نحن منساعد الإنسان مجرد لأنه هو إنسان بحاجة، لم نسأله عن طائفته، لم نسأله عن شو انتمائه السياسي، فمش هيك حبينا نشارك بهالحملة. نحن تقريبا عنا 50 فولنتير جبناهم اليوم لحتى يساعدوا بحملة دفا، هن مينلي تلاميذ جامعات او اكبر كمان من يعني من رفقاتنا هيك من عمرنا، عم بيساعدوا مثل ما شايف عم يفرزوا الثياب ويساعدوا بتوضيبهم لحتى يوصلوا للناس المحتاجة. Thank you.